15 أكتوبر اللي احتضن لقاء من العيار الثقيل جمع الفريق المحلي صاحب المرتبة الثانية والمنقوص من لقاء ضد النادي الرياضي الصفاقسي بصاحب المرتبة الرابعة نجم الساحلي وبقيادة مدرب جديد فوز البنزرتي اللي يعرف مليح منافسه ماهر الكنزاري. النادي البنزرتي تشكيلته المثالية بعودة أحمد الزوي والنجم يتغيب عليه رضوان الفالحي، وكل فريق يرد عليه لاعب النجم جوستين مونغولو، وتسديده الأرضية تمر جانبية في محاولة أولى، ثم في محاولة ثانية دفاع البنزرتي كادي غالط حارس يرد عليه لاعب النجم جوستين مونغولو، وتسديده الأرضية تمر جانبية في محاولة أولى، ثم في محاولة ثانية دفاع البنزرتي كادي غالط حارس مرماه لولا تدخل فاروق بن مصطفى اللي يحط الكرة في الركنية. وأحمد الحران من جانب السيابي يسدد أرضية قوية بعد مخالفة وكرة ثابتة من نور حضرية، لكن تسديدته يكون لها الحارس البلبولي في المكان المناسب. مردود أكثر من متوسط في بداية اللقاء يعكس نية زوز فرق لكسب نقاط الفوز، النادي البنزرتي لاستعادة صدارة الترتيب والنجم للعودة بانتصار ثاني على التوالي. وهذا ما أكد وائل بلكحة اللي يتواغل من الجهة اليمنى يراوغ ويسدد في اتجاه المرمى والتألق للحارس بن مصطفى اللي فسخ هدف في الزاوية 90. اللقاء أصبح فرصة بفرصة، أبناء المدرب ماهر الكنزاري يضغطوا، وفي مناسبة أولى طالب فيها أبناء السيابي بمخالفة أثر سقوط نور حضرية، لكن الحكم يؤمر بمواصلة اللعب. ثم في مناسبة ثانية الكرة تدور كما يلزم لصالح أبناء السيابي، الزوي مهد ليوسوفا اللي سدد بقوة، ومرة أخرى الحارس البلبولي ينقذ الموقف. يرد عليه من الطرف المقابل اللاعب وائل بلكحل اللي كان نشيط على الجهة اليمنى، يسدد بقوة والحارس بن مصطفى يحول الكرة في الركنية. وشوط أول ينتهي بتعادل سلبي في انتظار ما ستسفر عنه معطيات الشوط الثاني. في الفترة الثانية من اللقاء وعلى عكس الفترة الأولى انخفضنا سق اللعب وغابت العمليات الهجومية على زوز فرق وغابت معها فرص التهديف، وربما أكثر ما شاهدناه هو تقطع اللعب، المخالفات العديدة والتغييرات المختلفة من جانب زوز فرق. غاب اللعب الجيد، غابت الفرجة وغاب الحماس، وانتظرنا دقيقة 88 باش نشاهدوا فيها أبرز عملية. أول فرصة تستحق الذكر بعد مجهود فردي من ياسين الصالحي معاوذ الحرباوي اللي يراوغ ويمهد في طبق لأحمد الزوي، الأخير وجه لوجه أمام الحارس النجم يضيع فرصة افتتاح النتيجة. أبناء السيابي ما استسلموش، ركنية في دقيقة 90 الكرة ترجع أمام محمد سلامة اللي باستهواجية ما يعرف سرها كان اللاعب نفسه، وكرة مباشرة في مرمى البلبولي. الهدف الأول في توقيت 91 دقيقة لعب لفائدة النادي الرياضي البنزرتي، هدف في وقت قاتل. الكرة في المرمى سنتثبت من هذه الزاوية على لا نظهر بصاحب الهدف، 1-0 لفائدة النادي الرياضي البنزرتي. هدف مقابل صفر للسيابي، والمدرب فوزي البنزرتي يقوم بتغيير أخير، إقحام سانتوس مكان مانغولو. تغيير ما يجيبش نتيجة خاصة بعد إقصاء شمس الدين الذوادي إثر حصوله على الورقة الصفراء الثانية. باش ينتهي اللقاء بهدف ثمين أبناء السيابي اللي يعود مؤقتا لصدارة الترتيب، في حين أول هزيمة للبنزرتي مع النجم في ثاني لقاء ليه. المجهود.